لكن إذا تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم، تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم، رجل صالح مثلا كتبها وهي آيات، أو أرانا إياها أنها آيات ثم لفها وضعها على كتف أو على زنده أو على ذراعه أو كذا للطفل أو غيره ليرقيه بها أو يحرزه بها أو غير ذلك، فهذه اختلف فيها أهل العلم. فإذا إذا كانت التمائم هذه من أشياء غير معروفة، طلاسم وكذا، لا تجوز قولا واحدا. أما إذا كانت مجهولة أيضا لا تجوز من باب الاحتياط. أما إذا تيقننا أنها يعني من القرآن أو أذكار وأدعية معروفة وكذا، ما فيها طلاسم، ما فيها دعاء جن، ما فيها كذا، فهذه ما اختلف فيها أهل العلم. هناك من منع وهناك من أجاز، هناك من منع وهناك من أجاز، خاصة بالنسبة للأطفال. والذي منع قال هي تدخل في عموم التمائم، إن التمائم والتولة شرك. وبعضهم قال إنها يعني حتى لو كانت للأطفال فالأطفال لا يتورعون عن إصابة هذه بنجاسة أو غيرها، وقد يدخلن فيها إلى المرحاض، حمام أو غيره، وهذا ما في احترام للقرآن الكريم، وقد يناموا عليها، وهذا كله فيه إهانة للقرآن الكريم. فقالوا لا يجوز أن يفعل هذا الأمر. ومن قال إنها تجوز يقول يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلق القرآن، يقول على الأطفال لحفظه، يعني يقرؤونه فيحفظونه، يكون معلقا عليهم، فأجازوا ذلك من هذا الباب. ومن منع من ذلك قال لإهانة القرآن الكريم على يد هؤلاء الذين يرقون. فعلى كل حال تركها هو الأصل، تركها هو الأصل، لكن لا يشدد فيها، خاصة إذا كانت يقينا من القرآن الكريم، كما يشدد في موضوع الرقى الشركية أو التمائم المجهولة. والله أعلم.